من اهم قواعد الاي سي او هو انك تكون مفيد جدا للمستخدم اللي هيدخل الويب سايت بتاعك علشان يحصل منه على اكبر استفاده، وهي دي القاعده الذهبيه اللي بينصح بيها جوجل كل اصحاب المواقع يوزر وكونتنت. ومن هنا ظهر بشكل كبير جدا اهميه المحتوى في الاي سي او وازاي هو مؤثر جدا في ترتيب الويب سايت بتاعك في الصفحه الاولى في جوجل، وده موضوع حلقتنا النهارده. الاي سي او بيبدا من عندك انت. اهلا بيكم في برنامج الوسط. علشان تظهر في الصفحة الأولى في جوجل في جانبين مهمين جدا لازم تشتغل عليهم، التحسين الداخلي للويب سايت اللي هو الأون بيج، والتحسين الخارجي للويب سايت اللي هو الأوف بيج. التحسين الداخلي هي الخطوة الأولى اللي بتبدأ من عندك انت، هي بتكون عبارة عن خطوات أو مراحل متتالية بتعملها بشكل صحيح علشان تكون اوبتمايزد لجوجل، ومن خلالها بتبدأ جوجل يساعدك انك تظهر في الصفحة الأولى. وعلى سبيل المثال لو هنعمل تحسين للمواقع الإلكترونية، الخطوات دي بتكون متقسمة بين 3 أشخاص: المبرمج ومتخصص الـ SEO وكاتب المحتوى. يعني مثلا من العوامل اللي بتكون من اختصاص المبرمج هي سرعة الويب سايت أو الأخطاء الكودية اللي ممكن تمنع ظهور صفحة بانة، ومن العوامل اللي بيهتم بيها متخصص الـ SEO هي التحسينات الداخلية اللي بتتم على الويب سايت زي الميتا تاجز والكونتنت اوبتمايزيشن وغيرها من العمليات اللي بيقوم بيها الـ SEO علشان تساعدك انك تطلع في الصفحة الأولى في جوجل. ومن العوامل اللي بيقوم بيها صانع المحتوى هو انه يعرف ازاي يزرع الكلمات المفتاحيه جوه المقالات اللي في الويب سايت بتاعك من غير ما تقرر يحس انها متكرره ستافت كيورد. اهميه التحسين الداخلي للموقع بتكون متعلقه على افاده المستخدم اللي هيدخل الويب سايت بتاعك، لان جوجل بيصنف المستخدم رقم واحد عنده، وان القيمه اللي بياخدها المستخدم لازم تكون كبيره جدا وكافيه لعمليه السيرش اللي قام بيها. بي ذا لاست كليك يعني خليك اخر صفحه المستخدم بيدخل لها وخد الاكشن اللي هو عايزه بعد ما لقى كل المعلومات اللي كان اصلا بيسيرش عنها. نيجي بقى للقسم الثاني، هو التحسين الخارجي او الاوف بيج. طب قول لي بقى الاوف بيج ده بيكون عباره عن ايه؟ هقول لك انا، الاوف بيج هو عباره عن كل العمليات اللي بتتم خارج الويب سايت بتاعك، سواء كانت على مواقع زي الباك لينكات ودي ليها انواع كتير، او على سوشيال سيجنال اللي بتتم على صفحات او على مواقع السوشيال بوجهها. طيب ايه فايدة الباك لينكات او اللينكات اللي بتتم خارج الويب سايت بتاعك او كل الشغل اللي بيتم خارج الويب سايت بتاعك؟ اهميتها هو كل عملية منشن بتتم للويب سايت بتاعك في ويب سايتات خارجية، سواء كانت سوشيال ميديا او بوك مارك او اي نوع من انواع الباك لينكات، العمليات دي بيتركها جوجل وبيقدر يشوفها وبيعرف ان انت بالفعل بتفيد اليوزر، لدرجة ان اليوزر دوت قدر يمنشنك في ويب سايتات خارجية ويقول ان الويب سايت دوت انا استفدت منه وكان بيقول المعلومات دي وده مصدر المعلومات بتاعتي. الخلاصة، تحب تطلع صفحة اولى بسرعة جدا وموقعك يختفي بعديها على طول، ولا تطلع بعد فترة كبيرة ولكن موقعك يفضل ثابت في الصفحة الاولى؟ وبكده تكون وصلتنا خلصت النهاردة، نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.